تكملة بقى للفيديو الأخير، حبينا نعرض عليكم أول حاجة. أول منتج هيبقى طقم البقوليات بقى، الخمسة قطع محترم جدا. الطقم ده عامل 490 جنيه. تعالى بقى قرب معايا عشان أوريلك. أول حاجة هنطلعها العلبة الكبيرة، شايفة ما شاء الله، يعتبر 2 لتر 1900 ملي، طويلة جدا جدا. الفتح بتاعها سهل، بنفتح الكليبس بتاعها وبعد كده بنقفل، بعد كده اما حابين نقفل بنقفل الكليبس بتاعها عشان ما يبقاش فيه هواء. ده المقاس الثاني 800 ملي، وبعد كده معانا ال 500 ملي الصغير ده، وبعد كده معانا اللتر 200 ملي، وبعد كده معانا ال 800 ملي. يعني معانا من 800 ملي قطعتين ما شاء الله، خمس قطع محترمين جدا جدا جدا، وشكلهم شيك قوي 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 في الاستخدام، وهيبقى محترمين قوي. معانا الماسك الايكيا عامل 120 جنيه، وفي جزء ما شاء الله اللي هو الجزء ده المشرشر ده، عشان لما تيجي تمسكي الحاجه ما تقع منك. معانا بقى النشابه اللي ما فيش غنى عنها لاي عروسه في الجهاز بتاعها. الحلاوه بقى في كده ان هي ستلس، النشابات كلها اللي في السوق يا اما خشب يا اما سيليكون، صعب ان انت تلاقي ستلس ويكون نظيف. تلك النشابه المحترمه دي، شايفه التقفيل طبعا بيبان معانا في التقفيل، عامله 175 جنيه. بصراحه مش غاليه على سعرها وعلى قيمتها. معانا علبه البقوليات دي زي ما انت شايفه كده، مقسومه بالنص، حبينا نفتحها على بعضها، بنفتحها بالشكل ده تمام. فيها الجزئين وفيها المعيار بتاعها 2300 ملي، كبيره جدا، عامله 160 جنيه. معانا بقى المضارب البيض، وعشان اجيب مضرب بيض محترم يستحمل مع العميل بتاعي لازم اجيب مضرب بيض ستانلس. مضرب البيض والعجين ما ينفعش تجيبي حاجه بلاستيك، لازم تجيبي ستانلس، وما ينفعش تسترخصي فيه، لازم تجيبي حاجه محترمه. مضرب البيض ده عامل 130 جنيه، قيمته ما شاء الله نظيفه جدا، السمك بتاعه ما شاء الله محترم، وفي القفل بتاعه عشان الحاجات دي ما تخرجش من بعضها. منه بقى الموديل ده تمام، عامل 100 جنيه لانه اصغر شويه في الحجم، وده موديل مختلف شويه، شكله محترم جدا، استلس. معانا بقى علب مناديل المطبخ عامله 80 جنيه، بقى 20 قطعه، بنطلعها بالشكل ده تمام، وبتشدي معاك 20 منديل. الفوطه بتاعتها ما شاء الله قطن، والله الملمس بتاعها مش ناعم قوي اللي هو ما يمتصش معانا الميه اللي في ايدينا او في اي حاجه بنستخدمها، لا ما شاء الله ملمس. معانا بقى بخاخه الزيت الضغط عامله 65 جنيه، عامله 65 جنيه كده، لان هي شغاله بضغط الهواء. معانا بقى ثبت الغسيل الضغط الكبير، الحجم الكبير، انا نظيفه ما شاء الله. تعالى كده رجع من تاني، موجود منه الحمد لله في المحل تمام، سهل الاستخدام، سهل التخزين، ما ياخدش معانا مساحه، حطه جنب الغساله مفيش فيها مشكله. معانا بقى علب الثلاجه الاكليريك الثلاثه في واحد، الطقم ده عامل 495 جنيه. هنقول غالي ليه؟ لان بصراحه المساحات بتاعته، الساعه بتاعته كبيره. اول حاجه ده كريستال مش بلاستيك. على كده بقى نشوف، نفتح زي ما انت شايفه كده، ان شاء الله اكليريك، ان شاء الله كريستال، نقي جدا، شكله محترم قوي، الساعات بتاعته ما شاء الله ده حجمه كبير قوي. الطقم ده عامل 495 جنيه، شكله محترم جدا جدا. معانا بقى منظم الثلاجه المحترم ده، تعالى كده بقى نشوف الخامه بتاعته، ما شاء الله ما شاء الله، محترم جدا جدا. شايفه الشياكه، شايفه النقاء بتاعه طبعا زي ما انت شايفه كده، ده بتاع الخضار، ده المفروض الهوايات بتاعته اللي بتطلع الهواء تمام عشان الحاجه ما تتحبسش فيه، محترم جدا. ده الشداد بتاعه، قطعه عامله 285 جنيه. معانا بقى طقم الثلاجه ده عامل 440 جنيه، الكبير ده ما شاء الله ثلاث قطع بعض، الكبير ده 3000 ملي، الصغير تقريبا 1000 والوسط 2000، برده نفس الكلام نفس اللي فات، اكليريك كريستال. معانا منظم الثلاجه الخانتين بالماسك بتاعه عامل 380 جنيه، ده بقى للناس اللي بتقوي حاجات كويسه وحاجات نظيفه. معانا بقى ايه؟ خانتين، حبينا نطلع الخانتين دول من الحافظه دي ومن العلبه دي ونستخدمهم منظم ثلاجه براحتنا، بنستخدمه علبه ثلاجه برده براحتنا، ما شاء الله استخداماته كتير وكرم قوي، خانته نظيفه جدا، القطع عامله 380 جنيه. معانا بقى حله الدبدوب، جايبين فيها سعر محترم جدا، ان شاء الله عامله 235 جنيه. طبعا دي بتتحط على النار، حلة الاندومي بشكل الدبدوب، حلة محترمة جدا جدا، وطبعا ممكن نعمل فيها حاجات كتير. معانا الكنكة بتاعة القهوة والشاي، على كده شايف الجمال، القطعة دي عاملة 130 جنيه، نعمل فيها القهوة والشاي زي ما انت، وفي منها السادة عاملة 105، قطعة السادة دي تمام 105. تعالى بقى نشوف الموجات دي، الموج ده عامل 90 جنيه. تعالى بقى نشوف الحلاوة والجمال، موج الجود مورنينج الجديد الورد عامل 90 جنيه، المج البايركس شكله محترم جدا جدا وشكله شيك. معانا بقى علبة البقوليات الغزالة بتتباع بالقطع، القطع عاملة 130 جنيه، دي بتاعة البقوليات لو احنا حابين بقى نعمل طقم ثلاث قطع للبقوليات الكبيرة أو للسباكيتي مفيش فيها مشكلة، حلوة جدا وسعرها حلو. طبعا
طبعا الغنى عن التعريف وشفناه اكيد على النت كتير، الحمد لله وفرناه. بس طبعا وانت بتختاري البايركس ده طبعا انواع، ده يعتبر في البايركس بتاعه احسن نوع وانضف نوع، انضف خامه في البايركس هي اللي انا بجيبها الحمد لله. كيف الجمال، نحط هنا مثلا الزيت وبره الخل، ننزل من هنا ننزل من هنا. الغنى عن التعريف، معانا ميزان المطبخ عامل 120 جنيه اللي هو ده، عامل 120 جنيه، عامل 90 جنيه زي ما انت شايفه كده، مج جود مورنينج البومبي عامل 90 جنيه منه اللون ده، اللون الجميل ده، اللون الاسود واللون المنت جرين بالاشكال التحف اللي انتوا شايفينها دي، المج عامل 90 جنيه.